السلام عليكم يا جماعة الخير معكم عادة من قناة انفينيت جيمي واليوم رجعنا لكم بلعبة فيزج يا جماعة الخير اللي ما شاف سابق يضغط هنا فخلونا منطوب الكلام ونبدأ نخاف طيب يا جماعه الخير كما قلت لكم في الفيديو السابق ان راح نحل اللغز في هذه الحلقه يا جماعه الخير فخلونا نتحرك قبل ما نروح نحل اللغز يا جماعه خلونا ننزل الى القبو يا جماعه لان باغين نفتح الكهرباء لان ذيك العجوزه يا اخوان سكرت علينا الكهرباء في الفيديو السابق يا اخوان راسب لينقع يا جماعه اوكي راسب لينقع ولكن انا ما فهمت انزين اسمع صوت يا اخوان اسمع صوت انا ما فهمت يا جماعه انزين يعني البيت صح انه ماشي ماشي اضاءه الحين يعني ماشي كهرباء ولكن في اماكن ثانيه احس كانه شيء يعني شيء اضاءه يا جماعه ولا هذا ولا هذا الاضاءه يعني من الخارج يا جماعه بصراحه انا ما فهمت ولكن ابلع الحبوب ابلع الحبوب قبل ما تجينا هذا وتقتلنا اسمع صوت يا جماعه تسمع صوت اللي انا اللي أنا اللي انا قس اسمعه اسمع اصواتنا حد ورايا يا جماعه فانا لازم ادخل هنا واشرد اوكي اشرد يا حبيبي اشرد اوكي فهذا الممر هو اللي يوصلك الى القبو يا اخوان فيتحرك بسرعه يا حبيبي يتحرك بسرعه انزين يا جماعه كما قلت لكم ان اليوم راح نحل اللغز شيء لغز ما حليناه يا جماعه فلازم نحل هذاك اللغز على اساس نستمر ونتقدم في هذا اللعبه يا اخوان انزين يا اخي انا دائما انسى وين غرفه مجمع الكهرباء يا اخوان انا ما اتذكر وين بالضبط انا اتذكر موقف في القبو لكن ما اتذكر بالضبط وين وين الغرفه يعني في يعني في اي صوب حلو وصلنا الى القبو يا اخوان وصلنا انزين مكان ما شيء كهرباء البر اتوقع لا 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 ما قصدي يأخذ الحبوب يالله يا ضيعت ال... هنا يمكن يا اخوان صح ايوه هنا ايوه ايوه هنا يا اخوان هو حصلت المجمع افتح انت خلاص يعني انت شغال يعني كذاك بيكون شغال ال ايوه رجعنا يا اخوان لان شو كنا التلفزيون شغال فمعناته لحظات خليني اقرب افتح هذا الليت ليش ما يتفتح؟ اوكي يتفتح خلاص يعني الامور طيبه يا اخوان خليني اقرب افتح هذا الليت ايوه الامور زي العسل الحين عقب تعرف ايش نسوي الحين؟ الحين اتوقع افتح افتح ليش ما يتفتح؟ اوكي انزين الحين خلاص بنروح فوق بنرجع من هنا من هذا الحمام انزين هذا الحمام هو اللي يوصلك للطابق العلوي يا جماعه طيب هذه الغرفه يا جماعه هذه الغرفه هو اللي يوصلك الى الى هذا الغرفه اللي فيها الغاز يا جماعه طيب خلونا نطلع الورقه انزين خلونا نطلع الورقه معاينة أوكي انزين قر... لا لا يا حبيبي لا لحظة لحظة يا حبيبي دخل. ليش دخلة ليش دخلة أوكي انزين الساعة أوكي الساعة الساعة صح يا أخوان في شيء غلط لحظات لحظات ما يبين نسيده لحظة خليني أطلع مرة ثانية خلينا نطلع الورقة مرة ثانية انزين هذا اوكي 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 هذا غلط، أول واحد غلط، أما الثاني صح، والثالث صح يا جماعة، هذا غلط بس، خلونا نحرقه، هذا لازم يكون تحت، هذا نخليه فوق كذا، يلا أيوه، نخليه على على عشر، وهذا على ستة، سمعت الصوت؟ يعني حلينا اللغز اخوان، ننزل في أكث... في اكثر عن اللغز يا جماعه في اكثر عن لغز في هذه الغرفه وعندنا هذا اللغز يا اخوان مال صحون هذا ما في وش يسموه لكن انا اسميه صحون يا اخوان انزين خلونا نطلع مره ثانيه الورقه ونشوف ونشيك على الصحون يا اخوان اوكي اه اوكي كذا سهل هذا سهل هذا راسه يكون صوب اليسار يا اخوان يكون كذا راسه هذا صح ما تحركه تخليه نفس الشيء اما هذا تخلي هنا حليناه الامور زي العسل اوكي وعنا الشبابيك يا اخوان زين الشبابيك آه معاينه خلينا نشوف كيف هذا هل نفتح كل الشبابيك هنا يبين اثنين اوكي اتوقع اللي في النص ايوه اللي في النص ايوه مسكر يكون يعني هذا اللي في النص تسكروه اوكي بالضبط انزين هنا وش؟ هنا ما في شيء؟ وش باقلنا لنا الحين؟ وش وش اللي باقي لنا؟ هذا راسه ليش بدا ينقع؟ وش اللي باقي فيها صوت يا اخوان في صوت طفل في في صوت طفل يا اخوان والله لازم في صوت طفل ايوه وين هذا هنا كنا يبين هنا مو... يا اخوان الصوت يطلع من هنا انا سامع يا اخوان صوت صوت يطلع من هنا هيو هنا صوته من هنا يطلع يا اخوان الصوت الزريبه ها اول غرفه يا اخوان ايش هذي الغرف الخايسه شوف شوف يا اخوان شوفوا هذا اللي اسمه الجهاز تفاعل يحتاج لنا يدين لحظات لحظات انزل يحتاج لنا يدين لازم نسوي كذا نعق هذا ونعق هذا انزل بعدين شله الطفل قاس يصيح يا اخوان الطفل قاس يصيح وما عارف ليش قاسي يصيح ولا ولا اريد اعرف ولا اريد اعرف الحين ما اريد اعرف اتوقع يا اخوان بعد هذا المقطع راح يصير اكشن فخلوكم مركزين معاي يا جماعه فخ... آه... آه... تعال تعال حبيبي تعال انا اريد اسمه حبوب مالي لحظه آه. ايوه تعال وانت بعد تعال ليش ما يصير؟ ممتلئه تمزح معي انت طلع الاسم اللايتر ايوه آه... آه... اوكي فانا ما اقدر اشيل الحين هذا محتاج اني يا اخي هذا مشكلة عندي سبعة مسماك الف انا بعق هذا يا اخوان ما احس اني محتاج انه ولا مرة استخدمته انزين اوكي خلونا يلا خلونا نتحرك حصلنا على ذاك يا اخوان اتوقع اصلا لازم نطلعه لحظات بطلعه لا 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 ما انت لحظة لحظة يا حبيبي لحظة آه سوي دائرة لا. لا، ايوه كذا انزين، وطلع اللايتر، حلو، الحين اتوقع أمورنا طيبة، خلاص، نتحرك، نتحرك، مع انه ما اعرف ايش فايدته هذا الشيء، ولكن احس انه، جار الحفظ يا اخوان، جار الحفظ وراسه بلا ينقع، انا احس بدقينه بدقينه ذيك كل اسمه. هذيك العجوزة. دقة الجرس. ايوه. والله العظيم انا اذا فتحت الباب انا بطلع البر انا بطلع برا انت ما تدخلي انا اللي بطلع برا ايوه والله ما افتح الباب جلسي برا ايوه جلسي في ذاك الامطار ايوه عسى يدقش الحمه انزين يمكن هنا يا اخوان ممكن نجيبها هنا هذه بعدها قصد دق الجرس يا اخوان تفاعل هذا قاعده جهاز مراقبه الاطفال اوكي الطفل يعني انزين شكله ما هنا يمكن تعرف هنا يا اخوان اتوقع في غرفه ثانيه هنا شيء لغة, لغه لغه ثانيه يا اخوان فهذا فهذه الغرفه اللي هنا يا جماعة حد يتسبح حد يلعن يت... نزقني سمعت صوت الماء صح؟ حد كان حد كان يتسبح اوكي يا اخوان هنا قبل كان ما في ما في ذيلة عقارب الساعة كان ما في اتذكر انا نحن ما شلينا هذا ما على الشريط كان شي شريط هنا تنمث اه لحظة لحظة يا اخوان هذه تقول شيء لا خليني ازيد الصوت 5 5 هنا يعني صح 50 3 هذا كم؟

five zero three five, اتوقع zero, هنا يا اخوان. seven, seven, five, seven zero, three seven. اوه هنا هنا يا اخوان هنا هنا يا اخوان. اوكي. seven, seven three, three. مره ثانيه three يعني؟ five, هنا؟ ايوه حلينا يا اخوان حلينا اللغز تسمعوا صوت الطفل ما ثان الطفل قاعد يبكي يا اخوان أم لا تبكي جبت لك حليب لا اريد ادخل يا اخوان ومش لا لا مشغلين له اغنيه يا اخوان مشغلين له موسيقى سكر سكر يا حبيبي سكر 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 الزبالة <applause> والله هذيك العجوزة قات قات لا تلمس ذاك اللي اسمه الآلة الموسيقية آلة الموسيقية اوكي ممتاز واوش الله نسقتني يا اخوان الله يلا يلا نسقتني آه. <applause> شكرا على النزقة انزين خليني نفتح الباب اشوف كيف الوضع لا 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 انا ما بتقدم يا اخوان انا لا لا انا ما بتقدم اسمح لي جاري الحفظ انا ما بتقدم يا جماعه راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا اخوان راح انهي الفيديو في هذا المكان ودعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج ملتقانا في الفيديو القادم سلام